أهلاً بكم مشاهدينا من جديد. هذه التغطية المستمرة كما تسمعون ونشاهد، هناك تواصل القصف العنيف على قطاع غزة، إذن إطلاق صواريخ الآن أيضاً من القطاع تجاه مناطق إسرائيلية. إذن القصف المتبادل ما زال مستمر حتى هذه اللحظة، بالرغم من الخسائر والضحايا التي سجلت في جانب الطرفين. مشاهدينا، هذه مشاهد مباشرة لتبادل القصف بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. لليوم الرابع على التوالي تستمر هذه الغارات وتستمر الحرب التي تشنها الآن، أو تحدثت إسرائيل بأنها ستذهب إلى حرب شاملة ربما في قطاع غزة، وكان البيت الأبيض أطلق العنان لإسرائيل بالرد المناسب على هجمات حماس على إسرائيل. طبعا تداعيات كل هذه التصريحات وما هو المتوقع في الساعات المقبلة، بالرغم من وجود إيران أو طرف إيراني حسب ما تتحدث واشنطن في هذه المعركة، وهذه التحركات من جانب حماس تجاه إسرائيل كلها سنناقشها خلال هاتين الساعتين لمعرفة أبعاد هذه العمليات العسكرية. إذن مشاهدينا، تواصل الطائرات الإسرائيلية قصف مناطق وسط مدينة غزة بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس بطريقة سيتردد صداها لأجيال وفق تعبيره. وأودت الحرب المستمرة منذ 4 أيام بحياة المئات من الجانبين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على قرابة 1500 جثة لمقاتلي حماس في إسرائيل. حركة حماس لوحت أمس بقتل الأسرى الإسرائيليين في حال استهدفت الهجمات الإسرائيلية المدنيين دون سابق إنذار، علما أن حماس تحتجز أكثر من 150 إسرائيليا بعد هجوم على مستوطنات غلاف غزة. واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة سيطرته الكاملة على مناطق الجنوب وتلغيم الثغرات على السياج الحدودي مع غزة، بينما استدعى الجيش 300,000 جندي احتياطي في عملية تعبئة ضخمة. هذا وأجلت السلطات آلاف الإسرائيليين من بلدات قريبة من غزة، ونشرت دبابات ومسيرات لحراسة الثغرات في السياج الحدودي ضد أي توغلات جديدة، فيما سوت الغارات الإسرائيلية بنايات وأحياء كاملة في غزة بالأرض. إذا مشاهدينا، هذه صور على ما يبدو جديدة لآثار الدمار الذي أحدثته حركة حماس في موقع الحفل الإسرائيلي الذي كان يقام حين دخول حركة حماس إلى إسرائيل. إذا هذه صور لبعض آثار الدمار، وعلى ما يبدو هناك بعض المخلفات التي تركها الإسرائيليون تحسبا عند حدوث هذه الهجمة من قطاع غزة أو من حركة حماس. إذن هذا الدمار في موقع هجوم حماس على حفلة كانت تقام في جنوب إسرائيل في اليوم الذي دخلت فيه حركة حماس على إسرائيل.
لاستطلاع الوضع في غزة في هذه اللحظات من هناك ينضم إلينا الصحفي أحمد حرب. أهلا بك معنا أحمد. يعني نحن نشاهد تبادل القصف الصاروخي بين حماس وبين إسرائيل. صف لنا كيف هو الوضع في قطاع غزة الآن، ما هي المناطق التي كانت مستهدفة قبل دقائق معدودات؟ تجدد على قطاع غزة، آخر هذه الاستهدافات كانت لمنزل في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وأيضا كان هناك استهداف في رفح لمنزل لعائلة الشيخ عيد تم استهدافه على رأس ساكنيه. أسفر هذا الاستهداف عن 5 قتلى وعدد الإصابات، بالإضافة إلى أن استهدافات متعددة لأراضي زراعية فارغة في خان يونس جنوب القطاع، وكان هناك استهداف في بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع غزة. هذه الاستهدافات يعني أيضا تأتي بالتزامن مع إطلاق للصواريخ من قبل القطار الفلسطينية وحماس من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع. قبل قليل كان هناك استهداف وصل إلى زيكيم وإلى مستوطنة زيكيم التي تقع في الشمال من قطاع غزة، وهي آخر نقطة في القطاع. لا زالت القصف الإسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأيضا يعني التواريخ من الفصائل الفلسطينية وحماس ما زالت مستمرة، على الرغم من أن التواريخ الرشقات يعني يكون هناك فترات متباعدة في التوقيت في خروجها وانطلاقها من القطاع. حتى هذه اللحظة هذه آخر التطورات. طبعا طائرات الاستطلاع ما زالت تحلق في سماء قطاع غزة، طائرات الـ16 زالت مستمرة. يعني وتيرة الضربات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي انخفضت قليلا عن ساعات الليل. ساعات الليل كانت كثيفة وكبيرة ومتتالية ولا يوجد وقت بين الغارة والثانية، وبالتالي يعني نلحظ في ساعات النهار أن الغارات تتجدد، ولكن يعني تكون وتيرتها منخفضة إلى حد ما، على الرغم من أن هناك يعني الغارات تمتد إلى مناطق متفرقة من القطاع. والأوضاع فيما يتعلق بالوضع الصحي والإنساني، يعني نقول دائما أن القطاع في إطالة أيام الحرب سوف يزيد المشهد تعقيدا على المستوى الصحي وعلى المستوى الإنساني في قطاع غزة نتيجة إغلاق المعابر من قبل إسرائيل حتى هذه اللحظة، نتيجة أيضا منع إدخال الوقود والبضائع والسلع إلى قطاع غزة. كل هذه التداعيات وكل هذا المنع من قبل إسرائيل سوف يكون له إرهاصات داخل القطاع على حياة السكان، على المنظومة الصحية التي يعني الآن هي تقف على المحك في الأيام القادمة. نعم، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات حتى هذه اللحظة من غزة، الصحفي أحمد حرب، شكرا لك. إذا مشاهدينا كما تشاهدون هنا في الشاشة دمار في خان يونس بسبب الاستهدافات الإسرائيلية، وأيضا في الجانب الآخر الدمار في إسرائيل، يعني الدمار في إسرائيل أيضا نتيجة تراشق الصواريخ من جانب حركة حماس، ولكن على ما يبدو يعني هنا الصور تتحدث بأنه فارق كبير في الدمار
بين 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 الضرر في الجانبين. إذا على ما يبدو هذه الصورة في إسرائيل هي بعد هجوم حماس على موقع الحفل في جنوب إسرائيل في أولى الأيام التي دخلت فيها حماس إلى إسرائيل. وعلى الحدود الشمالية يسود الهدوء الحذر مناطق جنوب لبنان وشمال إسرائيل وسط تحليق للطيران الإسرائيلي، وكانت المنطقة شهدت نزوحا كبيرا من اللبنانيين باتجاه الداخل خوفا من عملية عسكرية إسرائيلية بعد محاولتي تسلل من الأراضي اللبنانية أمس. During the 50s and 60s, Metula enjoyed a peaceful and secure border. من جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة الحدث ناهد يوسف. أهلا بك معنا ناهد، لك أن تطلعينا على آخر التطورات حيث أنت الآن على الحدود بعد أن أعلنت إسرائيل عن عملية تسلل وبعد ذلك قالت بأنها عملية، على ما يبدو بأن هذه الأخبار كانت زائفة. نعم تهاني، يعني فورا أعلنت إسرائيل هذا الخبر، تواصلنا حتى مع مصادر عسكرية والتي نفت هذه المعلومات، ويعني حتى كانت استغربت هذا الخبر وكانت بطور التحقق من هذه الأخبار، خصوصا وأنها أن راداراتها لم ترصد أي شيء من الجهة اللبنانية، ولكن بعدها كان صدر التصريح الإسرائيلي الجديد بأن هذه الأخبار زائفة أو غير صحيحة. هناك فقط طيران حربي إسرائيل يحلق على علوم منخفض متواصل فوق الحدود الجنوبية، خصوصا المناطق التي يعني كانت شهدت أحداثا ليلة أمس. غير ذلك الأجواء لا تزال تسيطر عليها، يعني الهدوء الحذر منذ يعني ساعات الصباح الأولى وحتى الآن، ليست هناك أي تحركات غريبة أو غير اعتيادية حتى على الحدود الجنوبية، باستثناء طبعا يعني تواجد الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل من الجانب اللبناني
الثاني، حيث وخصوصا بعد هذه التطورات الأخيرة هناك اجتماعات مكثفة بين الطرفين، أي بين الجيش واليونيفيل، وكان قائد الجيش اجتمع أيضا إلى رئيس بعثات اليونيفيل في لبنان للبحث في كيفية تدارك الأمور وإبقائها تحت السيطرة وعدم يعني الحقول دون أي تصعيد. اليونيفيل أيضا تنسق بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي للحفاظ على لمحاولة الحفاظ على الهدوء وعدم حصول أي تصعيد. ترقب سيد الموقف تهاني، يعني يوم أمس كان أيضا صباحا هادئا، ولكن فجأة بدأت عمليات التسلل التي قامت بها سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي، وتطورت الأمور أمنيا بعدها وبدأ القصف. يعني حتى الساعة هناك هدوء، قد تكون يعني لا يوجد هناك، لا يمكن الجزم بأن هذا الهدوء سيستمر أم لا. يعني سننتظر لمعرفة إن كان فعلا سيكون هناك من ردات فعل أو تحركات أخرى أو ربما عمليات تسلل أخرى، إن لم يكن من حزب الله قد تكون من الفصائل الفلسطينية أو كما حصل يعني يوم أمس. لذا نحن طبعا ننتظر. الأجواء هادئة، المدارس أقفلت اليوم في المناطق خوفا من أن تشتعل مجددا أو تحصل اشتباكات مجددا. حركة السير خجولة في هذه المناطق الحدودية، خصوصا مع نزوح عدد كبير من الأهالي الذين غادروا المنطقة خوفا من أن تتطور الأمور الأمنية. نعم. طيب في الصعيد الداخلي ناهد، إذا كان لديك معلومات حول تباين الرؤى من جر حزب الله أو ميليشيا حزب الله إلى هذه، جر لبنان إلى هذه المعركة مع إسرائيل في هذا التوقيت، كيف تكون هناك تباين لوجهات النظر في هذا الموضوع؟ نعم، يعني كلها تحليلات. المؤكد أو المعروف أن حزب الله لن يتصرف بمفرده أو لا يتصرف بمفرده. يعني المخططات الإيرانية أو الأجندة الإيرانية هي التي تتحكم بمجريات الأمور. إن قرر حزب الله القيام بشيء فهذا القرار هو كما كل مرة ينفرد به. الدعوات اللبنانية بعدم جر لبنان إلى أي حرب، الموقف اللبناني الرسمي كان أيضا الذي صدر أمس من السرايا الحكومية بإبعاد لبنان عن الحرب والالتزام بالقرار الدولي 1701 والحفاظ على الهدوء على المناطق الحدودية. وعليه كانت الاتصالات السياسية التي يقوم بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من أجل هذه الغاية، وهو كان تلقى اتصالات عديدة غربية وعربية لحث لبنان على البقاء على هذا الاستقرار الداخلي وعدم الانجرار إلى حرب لن يتحملها لبنان ولن يتحمل تبعاتها. ولكن في نهاية المطاف في حال قرر إيران الدخول في هذا الحرب، فإن طبعا بطبيعة الحال حزب الله لن يستمع إلى القرار اللبناني أو الموقف اللبناني وما يريده اللبنانيون في حال قرر الدخول في هكذا حرب. ولكن حتى الآن التحليلات الإسرائيلية أو التحليلات عفوا العسكرية اللبنانية تقول بحسب مصادر بأنه ليس من مصلحة حزب الله الآن الدخول يعني في حرب، خصوصا وأن ما حصل خلال هذين اليومين يبقى في إطار الرد والرد المباشر. يعني قواعد يعني لم يخرج عن قواعد الاشتباكات، كان في بداية أول يوم قصف مواقع عسكرية في الجزء الشرقي من الحدود الجنوبية، قصف مواقع عسكرية إسرائيلية في مناطق يعني لا تؤثر على سير المعادلة العسكرية، وإسرائيل ردت بالمثل أيضا على مناطق خالية. وأيضا يوم أمس بعد القصف الإسرائيلي رد حزب الله على مواقع عسكرية إسرائيلية. لذلك يعني الترقب هو الوحيد الذي يعني ترقب سيد الموقف لمعرفة كيف ستكون التطورات، وإن كانت التطورات في غزة ستنعكس على لبنان أو سيقرر حزب الله على بناء على هذه التطورات الدخول في هذه المعركة. شكرا جزيلا ناهد يوسف، كنت معنا من جنوب لبنان، شكرا لك.
هذا وأعلنت إسرائيل أنها ستوزع آلاف البنادق على متطوعين في البلدات الحدودية والتجمعات اليهودية العربية المختلطة. تزامناً قال الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي حركة حماس ليس لديهم مكان ليختبئوا به في غزة، مضيفاً أن سلاح الجو ينفذ ضربات جوية مكثفة غير مسبوقة على القطاع في صورة موجات كل 4 ساعات. قال سلاح الجو الإسرائيلي إنه أرسل طائرة إلى أوروبا لإعادة المئات من الإسرائيليين ممن سيخدمون كقوات احتياط عسكرية في ظل الحرب الدائرة في غزة في يومها الرابع. وبحسب سلاح الجو فإن طائراته من طراز هيركوليس شاركت في الجسر الجوي الطارئ دون تفاصيل المكان الذي جاء منه جنود الاحتياط في أوروبا. شباب من الصور من هان كل علمي انه القصف من غاد وجا علينا. لا وكالة ولا اي منطقتنا منطقة هادية، منطقة الرمال، لكن لما جيت على المنطقة ما عرفتهاش، دمار كامل من غير معلمها كلها، هذا ظلم. اللي صار يا عمي اجى اتصال تلفون من جيش الاسرائيلي لواحد من برا مش من المنطقة من الرمال، اجى جراي في جواله وما ظل مفتوح الخط، كلموا واحد من جيراننا بقول له ايش في، قال له عمارة حجه وعمارة دريم خليهم يخلوا، وين يروحوا؟ قال له ينزلوا على البحر. قال له طب انا بعيد، مسافتي بعيدة عليهم. قال له بديك 5 دقائق 10 دقائق تخلي. صاروا الناس كلهم يجروا ويطلعوا، اللي هنا واللي هنا واللي في العمارة دي كلهم طلعوا. خوف، انا قاعد في قلب الممر من جوا انا واخويا واولاد اخويا، ما لقينا الا غيرها لشيء بيعمل بو. اولاد اخويا 2 كانوا واقفين على الباب استشهدوا. فيش درج، فيش اسانسير حيبني. من القدس تنضم الينا مراسلة الحدث لنا كل غاصي، ومن رام الله ينضم الينا مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان. اهلا بكما، سابدا معك لنا لك ان تطلعينا على اخر التطورات فيما يخص حكومه الطوارئ، فيما يخص ان كانت هناك اي قرارات تم اتخاذها وسيتم الاعلان عنها قريبا فيما يخص الحرب على قطاع غزه من الجانب الاسرائيلي. نعم، يعني قبل قليل كان هناك بيان للناطق باسم الجيش الإسرائيلي تحدث عن استهداف أكثر من 100 هدف في منطقة خان يونس وأيضا منطقة حي الرمال في مدينة غزة، وبالتالي هو أيضا يهدد جميع الفلسطينيين الذين ينتمون لحركة حماس والفصائل الفلسطينية، ويقول لهم أن لا يوجد لديهم أي مكان للاختباء في قطاع غزة لأن كل الأهداف سوف تكون مستهدفة من قبل القوات الإسرائيلية. أيضا تحدث أن السلاح البحري الإسرائيلي قام أيضا بإطلاق عدد من القذائف تجاه محاولات للغوص نحو مستوطنات الشواطئ من قبل الفصائل الفلسطينية أو حركة حماس تحديدا. وأيضا أكد بأن إسرائيل حاليا تسيطر بشكل كامل على جميع مستوطنات الغلاف، ولكن يعني ربما يكون هناك متسللين، ولكن أيضا يقوم الآن القوات الإسرائيلية بتمشيط المنطقة، وحتى هذه اللحظة يعني لا يوجد أي من الفلسطينيين المتسللين في المنطقة. أيضا أضاف أنه تم إخلاء عدد كبير من المستوطنات الغلاف وتوجيه المستوطنين والإسرائيليين إلى أماكن أكثر أمانا. دعيني أيضا أشير أن إسرائيل فعليا أعادت أيضا عدد من الجنود من بلاد أوروبية مختلفة، قامت بإرسال يعني طائرات حربية وقامت بإعادة أعداد من
من الجنود ليشاركوا في الحرب. أيضا تم استدعاء 350 ألف جندي من الاحتياط حتى يقومون بالمشاركة في الحرب أيضا على قطاع غزة. وأكد أن حاليا الجبهة الشمالية هناك هدوء ولا وجود لأحداث أمنية في الجبهة الشمالية اليوم. وأيضا يقول أن إسرائيل سوف تكون مستعدة لكل السيناريوهات، وأكد أن حصار كامل على قطاع غزة منع لدخول الغذاء والوقود وأيضا للماء إلى القطاع. نعم، سنتقل إلى الجانب الآخر مع عبد الحفيظ جعوان في رام الله. عبد الحفيظ، لك أن تطلعنا كيف تسير الأمور حيث أنت الآن. نعم تهاني، فقط أود أن أورد هذا الخبر. منظمة الصحة العالمية أصدرت قبل قليل يعني بيانا طالبت فيه بفتح ممرات إنسانية لإمداد قطاع غزة بالوقود والمياه والطعام وأيضا العلاج الصحي. ميدانيا هنا في الضفة الغربية الأمور هادئة منذ الصباح، أعيد فتح المدارس والجامعات والمتاجر بعد يومين من الإضراب ومن التظاهرات والمسيرات التي نتج عنها مقتل نحو 16 فلسطينيا في مدن مختلفة من الضفة الغربية، آخرهم كان هذه الليلة جنوب مدينة الخليل. إلى ذلك واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المتمثلة باقتحام المدن الفلسطينية وتنفيذ عمليات اعتقال. أبرز هذه العمليات كانت في مدن جنين ونابلس، حيث دارت اشتباكات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين هناك. القوات الإسرائيلية اعتقلت نحو 45 فلسطيني من هذه المناطق إضافة إلى مناطق أخرى. الآن هناك تشديدات على الحواجز، تشديدات على مداخل المدن. آلاف العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل ما زالوا ممنوعين من الذهاب والعمل داخل إسرائيل. الممر البري الوحيد الذي يعني يوصل الضفة الغربية بالخارج أعيد فتحه، ولكن بشكل جزئي سيسمح فقط لألف فلسطيني بالسفر. الأمور الهادئة طبعا هذه لا يعني أنها ستبقى هادئة دائما، هذه حال الضفة الغربية، عادة ما تنفجر الأمور بشكل مفاجئ بناء على الأحداث التي قد تحصل. إسرائيل تتحدث عن وجود عشرات الإنذارات لديها عن نية فلسطينيين تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، سواء ضد معسكرات أو مستوطنات داخل الضفة الغربية أو أهداف داخل إسرائيل، وبالتالي تبقي من تشديداتها الأمنية العديد من الرسائل والدعوات الفصائلية من حماس والجهاد وغيرها التي خرجت من غزة وتدعو الخلايا النائمة أو تدعو مسلحين ومقاتلين لها في الضفة الغربية لضرورة تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية على الأقل يعني لتقليل الضغط عن جبهة قطاع غزة. إضافة إلى ذلك الفصائل أيضا تدعو إلى تظاهرات شعبية تتجدد يوميا وكل مساء تخرج من داخل المدن إلى نقاط التماس ومع الحواجز والمستوطنات، يعبر فيها الفلسطينيون عن غضبهم وعن استيائهم وعن تضامنهم مع أسر الضحايا الكثر في قطاع غزة. بشكل عام أيضا هناك حالة من الإرباك، ولدها قرار داخل إسرائيل انعكس أيضا على الضفة الغربية. الجبهة الداخلية في إسرائيل طالبت من المواطنين الإسرائيليين بضرورة أن يتجهزوا لمدة 3 أيام بالمؤن والمياه والمعدات، وأن يكونوا جاهزين لأن يبيتوا في الملاجئ لمدة 3 أيام. الفلسطينيون في الضفة الغربية قرأوا الأمر على أنه حرب وشيكة، وبالتالي شهدنا منذ الأمس وأول من أمس إقبال شديد من الفلسطينيين على محلات المؤن، على محطات المحروقات. الكل يشعر أن يعني هناك حربا وشيكة وأن الأمور ليست على ما يرام. الكل متخوف أيضا من أي هجمات قد ينفذها المستوطنون. هناك تهديدات متواصلة من قبل المستوطنين للقرى والأرياف الفلسطينية، وأنهم سيهاجموا أهدافا فلسطينية، وخصوصا أن موسم قطف الزيتون الذي يشارك فيه عشرات الآلاف من المزارعين الفلسطينيين قد بدأ، وهذا يزيد عادة من الاحتكاك بين الفلسطينيين وبين المستوطنين. شكرا جزيلا عبد الحفيظ جعوان، كنت معنا من رام الله وأيضا من القدس مراسلة الحدث لنا كل غاصي، شكرا جزيلا لكما.
مشاهدينا، نشير إلى هذا العاجل الذي ورد قبل قليل. المملكة العربية السعودية تدعو إلى اجتماع وزاري عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن التصعيد في غزة ومحيطها. ورغم نفي طهران وإعلان أمريكا أن لا دليل لها على وجود أو دور إيراني بعملية حماس اقتحام بلدات غلاف غزة، تواصل الصحف الغربية تقاريرها حول الدور الإيراني في العملية. صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤولين استخباراتيين حاليين وسابقين قولهم إن حماس تلقت أسلحة وتدريبا من إيران، وأضافت الصحيفة أن حماس بدأت التخطيط لهجومها المفاجئ على إسرائيل قبل عام على الأقل، وأنها تلقت الدعم من حليفتها إيران التي قدمت للحركة التدريب العسكري والمساعدة اللوجستية بالإضافة إلى عشرات الملايين من الدولارات لشراء أسلحة. الصحيفة قالت أيضا إن حماس حافظت تاريخيا على درجة من الاستقلال عن طهران مقارنة بالجماعات الأخرى الوكيلة لإيران مثل حزب الله اللبناني، لكن حماس وفق الصحيفة استفادت في السنوات الأخيرة من ضخ كميات هائلة من الأموال الإيرانية والمساعدة الفنية لتصنيع الصواريخ والمسيرات بالإضافة إلى التدريب على التكتيكات العسكرية. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قال إن الحركة أبلغت كل الجهات بأن ملف الأسرى الإسرائيليين لن يفتح قبل نهاية المعركة. هنية أضاف أن عملية حماس معركة فلسطينية القرار والتنفيذ، وأن حل ملف الأسرى الإسرائيليين لن يكون إلا بثمن مقبول. من القاهرة ينضم إلينا الكاتب المتخصص في الشؤون الأمريكية إيميل أمين. أهلا بك معنا سيد إيميل في هذه التغطية المباشرة. سؤالي الأول لحضرتك، هل دول الإقليم مستعدة للتحولات الجذرية في المنطقة، خاصة التحولات العسكرية في الملف الفلسطيني بعد هذه العملية؟ وهل هناك تخطيط ما مسبق للوصول إلى هذه المرحلة بين حماس وإسرائيل؟ تحياتي الزميلة العزيزة تهاني. سؤال عميق ولكن الجواب باختصار، يوما تلو الآخر تشهد منطقة الشرق الأوسط تطورات غير مسبوقة، ويبدو الأمر ككرة الثلج تتدحرج من أعلى الجبل إلى السفح. أنصار فكر المقاومة، أنصار فكر التيار القومي، أنصار فكر التيار الدجمائي، أنصار المعسكرات لا أقول الغربية، ولكن الذين يرون في المشهد العام مخاطر كبرى تلوح في الأفق، حالة من الضبابية غير المسبوقة. لا أحد لديه رؤية واضحة بالمطلق، لا سيما في ضوء ما حدث نهار 7 أكتوبر، والذي أخل ولو ليوم واحد بفكرة ميزان الانتباه العسكري. ما جرى من حماس تجاه الإسرائيليين أخل بمفهوم الاستراتيجي لميزان الانتباه العسكري، وإن كانت إسرائيل بلا شك ستنتبه لاحقا، والأمر الذي يضع المنطقة بالفعل كما تفضلتي في مخاطر عميقة. طيب حضرتك ذكرت مفهوم الانتباه العسكري، ما الذي تقصد بهذا المفهوم؟ لأنه ممكن يترتب عليه سؤال آخر ربما يدور في ذهني حقيقة. ببساطة بدون الإغراق في المفاهيم العسكرية، أعني به
قدرة طرف على مواجهة طرف آخر. يعني ما قامت به حماس أربكة أو زلزلة أو أحدث اهتزاز واسع وعميق في النفسية الإسرائيلية في داخل المعسكر يعني العسكري الإسرائيلي، المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية. لكن إلى أي مدى يمكن لحماس أن تستمر في ما قامت به في 7 أكتوبر في موازاة أو في مقابل ما لدى العسكرية الإسرائيلية من حضور ومن قدرات؟ هذا واحد. الأمر الآخر، هل سيتوقف فكر الميزان عند حماس فقط أم سنرى أطراف إقليمية أخرى تتدخل في المشهد، وبما يعني يفتح الأوركسترا العسكري لما هو أبعد من مجرد عملية طارئة أو سريعة أو عاجلة على أهميتها وخطورتها بين حماس، بين أطراف مختلفة داخل قطاع غزة وإسرائيل؟ وإلا فما دلالة تحرك يعني هذا الوحش الفتاك المدعو حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد الساعات القليلة المنصرمة؟ هذا لما هذا سؤال أيضا كنت أريد أن أسأله لحضرتك أستاذ إيميل. الآن هل ممكن أن تكون واشنطن الطرف الثالث في هذه المعركة؟ ومتى ممكن أن نقول بأنه قد يكون التدخل هنا شرعي دوليا بالنسبة لواشنطن؟ يعني خلي عنك تهاني مسألة الشرعية الدولية لاحقا، دعينا نتكلم الآن عن هذا التحرك. هذا التحرك يعني بكل المفاهيم، بأبسط المفاهيم، فكرة النصل الأكامي البسيط في الموضوع، أنه إسرائيل هي المرتكز الغربي الأول للمعسكر الغربي، معسكر الناتو الأطلسي، أسميه كما شئتي، منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الساعة. لذا الرابط هنا رابط عضوي، رابط جوهري، وليس رابط يعني نسبي عسكري براغماتي. هناك رابط عضوي كبير للغاية بين الولايات المتحدة الأمريكية وحتى بين الدول الأوروبية وبين إسرائيل. هل سيتطور المشهد لأبعد؟ يعني هذه التحركات العسكرية الأمريكية ليست وليدة اليوم. لو رجعنا بالذاكرة إلى بضعة أشهر إلى الخلف، رأينا تحركات في منطقة الخليج وكنا نتساءل ما الذي يجري؟ هل هناك علامات في الأفق؟ هل هناك خرائط ما ورائية بينية، خطط يجري الإعداد لها؟ الآن نكاد نقترب من حل اللغز يعني الملقى في بئر عميق. ولكن كانت هذه التحركات يا سيد إيميل تتحرك كنوع من التهديد لإيران لما كان في مفاوضات وعدم توافق وأيضا استهدافات للمصالح الأمريكية في العراق. ولكن عندما تتحرك حامل الطائرات لشرق المتوسط لمجرد تحرك حركة حماس، ألا تعتقد بأن ذلك يعزز شرعية لحماس في الداخل الفلسطيني؟ اسمح لي، تعامل يعني إسرائيل والولايات المتحدة يعاملون حماس التي يصنفون على أنها جماعة إرهابية وموجودة في الحكومة في الضفة الغربية، تعامل على أنها نظام دولة أو تعامل على أنها تتحرك أمام جيش، لا تتحرك أمام ميليشيا، هي مصنفة على أنها ميليشيا. نعم نعم تين، دعيني أقول وفرانكلي سبيكينج زي ما بيقولوا الأمريكان بصراحة تامة، الآلة العسكرية الإسرائيلية لديها القدرة الكافية للتعامل مع حماس. أنا يقيني أن تحرك الحاملة الأمريكية بهذا الشكل أمر يتجاوز شرعية حماس. نعم. هو ربما يكون له علاقة أوسع بالعراق، سوريا، إيران في نهاية الأمر. لكن وتوقفي ما عند لكن، لدينا بارادوكس أمريكي تقليدي نشأ في الساعات القليلة الماضية، وربما كان أنتوني بلينكين وجو بايدن وراءه. بمعنى بلينكين قال لا أرى في اللحظة الحالية أدلة على وجود أوامر أو دعم إيراني مباشر، وإن في نفس التصريح أيضا قال لكن هذا لا ينفي أن هناك تواصل مستمر بين إيران وحماس. تهاني إذا رجعتي لكافة مراكز التفكير الانتليجنسية الأمريكية، الاستابلشمنت السياسية الأمريكية في الساعات القليلة الماضية، راجع تصريحات مايك بينس، راجع نيكي هالي، راجع دينيس روس، الجميع يتكلم عن أن إدارة بايدن بتساهلها مع الإيرانيين لا سيما الصفقة الأخيرة. يعني نيكي هالي كانت أكثر مباشرة
قالت لإدارة بايدن ها هي المليارات التي قدمتموها لإيران استخدمت في دعم حماس واستخدمت في مهاجمة إسرائيل، وهذا أمر سيترتب عليه إشكالية عريضة في الداخل الأمريكي، الانتخابات السياسية الأمريكية، ربما الحزب الجمهوري كسب جولة دون أن يدفع ثمنها. طيب احنا وقتنا انتهى، بس اذا سمحوا لي بسؤال اضافي يترتب على اللي حضرتك ذكرته يا استاذ ايميل. معنى كذا بانه وجود حماس او ميليشيا حماس هو يخدم التوجه والتصور الاقليمي في المنطقه، وعلى اثره تتحرك ايران وعلى اثره تتحرك واشنطن. يعني المسألة لا تقتصر على مسألة القضية الفلسطينية. نعم، بصراحة لأنه العالم الآن أصبح الإعلام مفتوح سواء على التلفزيون ولا على السوشيال ميديا. نعم تهاني، أتفق معك. من البوتوم لاين كما يقال، من الخط الأخير، ما جرى هو محاولة لوضع العصا في الدواليب بالنسبة لمشروع التواصل، بالنسبة لمشروع السلام الإقليمي، وبأكثر مباشرة لمشروع العلاقات الدبلوماسية الطبيعية بين المملكة العربية السعودية وبين إسرائيل، وبين تخفيض حدة يعني العنف في المنطقة. هذا طرح ما جرى يدعم فكرة محور المقاومة الممانعة، ويقلل أو يقلص أو يختصم من أوراق السلام التي ارتفعت في الأيام والأسابيع وربما الأشهر القليلة المنصرمة. طيب هذا فيما يخص عملية السلام وعملية التطبيع مع إسرائيل، ولكن أنا سؤالي الآن الوجود الإيراني وتحرك حماس في هذا التوقيت كيف يمكن أن يخدم الولايات المتحدة المجتمع الدولي مع إسرائيل بتشكيل خارطة جديدة أو تغير الإقليم في المرحلة الحالية، لأنه هذا التحرك على إثره سيكون له تبعات في المنطقة. أتفق معك، التغير الإقليمي الآن وضع الآلة العسكرية قبل مائدة الحوار. ننتظر الساعات القليلة القادمة، الأيام القليلة القادمة، ما نراه ما نرصده من حشد إسرائيلي لقوات الاحتياط، إرسال طائرات لاستدعاء يعني جنود الاحتياط من أوروبا ومن اليونان ومن بعض الدول، هذا يشير بأننا أمام عمل عسكري. أخشى أن أقول، لا أريد أن أتجاوز التقديرات، يتجاوز مسألة غزة. ما الذي يجري في الأفق؟ هذا سيترتب عليه ملامح الإقليم في الأيام القليلة القادمة. شكرا جزيلا من القاهرة الكاتب المتخصص في الشؤون الأمريكية إيميل أمين، شكرا جزيلا لك. من القدس ينضم إلينا المحلل السياسي شلومو غانور، أهلا بك معنا سيد شلومو. ما هي احتمالية زيادة التصعيد من جانب إسرائيل ومن جانب حماس والدخول في حرب مفتوحة؟ وهل الوضع الإسرائيلي الداخلي يتحمل هذه الخطوة؟ جميع الاحتمالات واردة في الحسبان، سواء الاكتفاء بما يدور في جبهة غزة أم اتساع رقعة الحرب إلى جبهات أخرى بما فيها لبنان، سوريا ودول عربية أخرى. وهذا هو ربما تطبيق للاستراتيجية الإيرانية التي تريد خلق نوع من بلبلة وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتوثيق التمدد الإيراني في هذه المنطقة بواسطة وكلائها وتحريكهم نحو الحرب المباشرة مع إسرائيل من جميع الجبهات. نذكر بأن إيران تعود وتكرر بأن إسرائيل هي العائق أمام طموحات إيران، وأن إسرائيل هي الشيطان الوحيد الذي بقي في هذه المنطقة أمام تحقيق. طيب كل ما يجري فيما يخص إيران سيد شلومو هي مجرد تصريحات من الجانب الأمريكي، ولكن وزير الخارجية لم يؤكد بأن هناك يد لإيران في هذه العملية من حماس. هل هذا التأكيد أو الدليل موجود لدى إسرائيل؟ أعتقد بأن في هذا الظرف الحساس من الوقت إسرائيل لم تكشف أوراقها، بل تقول واكتفت بنفي الإجابة على سؤالك الوجيه بواسطة الناطق الإسرائيلي العسكري الذي نفى وجود دلائل مباشرة.
ولكن أعتقد بأن اختيار الناطق العسكري للإجابة على هذا الموضوع لمنع أي مواجهة بين رجالات السياسة بين الإدارة الأمريكية وبين إسرائيل خاصة في هذا الوضع الحساس. لا شك أن في أرشيفات الوكالات الاستخبارات الأمريكية وأيضا طبعا لدى الاستخبارات الإسرائيلية المتنوعة الوثائق والدلالات الدامغة على مدى ضلوع إيران في هذا الهجوم الذي نفذته حماس كبيدق في أيدي إيران يوم السبت الماضي. نعم. في 6:30 صباحا. نعم، هل معنا وقت أم انتهى الوقت؟ طيب الآن كان هناك تصريح سيد شلومو لإسماعيل هنية يقول أبلغنا كل الجهات بأن ملف الأسرى الإسرائيليين لدينا لن يفتح إلا بعد المعركة ويكون بثمن يتم قبوله. ما هو الثمن اللي ممكن يطرح الجانب الفلسطيني لخروج الأسرى الإسرائيليين وكيف سيتم التعامل من جانب إسرائيل في هذا الموضوع؟ أنا وافق مع هنية لهذه المرة الأولى، علينا الانتظار إلى نهاية الحرب وعندها فقط السعر التبادل والصفقة التي ستتم ربما ستضع هنية وسائر زملائي الذين قرروا القيام بهذه المخاطرة بالهجوم على إسرائيل ستعيدهم إلى الواقع إلى ما ستنتهي إليه. نعم. هذه الحرب وعندها سنعرف مدى الثمن على الأرض من جهة وأيضا المقابل الذي ستكون حماس مستعدة لدفعه مقابل الأسرى والمقتوفين الإسرائيليين. أعتقد بأن أيضا هذا يرتبط بالمساعي لتشكيل حكومة طوارئ إسرائيلية حيث هذا الموضوع حاليا غير مدرج على جدول أعمال الحكومة الحالية، ربما في حكومة الطوارئ قد يدرج بمرتبة عالية من الاهتمام، ربما هذا منوط أيضا بمدى تقدم الحرب ونتائجها، ولكن من السابق للأوان الحديث عن موضوع صفقة أو حجم صفقة أو ثمن الصفقة. طيب الآن إذا كان الحديث عن التدخلات العسكرية، يعني هل ممكن أن تقدم إيران على التدخل إذا دخلت إسرائيل بريا واستخدمت أو ذهبت في سياسة الأرض المحروقة في قطاع غزة، وإن تدخلت إيران هل هذا في حسبان إسرائيل؟ إيران هي ضلع مباشر في هذه الحرب الدائرة في هذه الساعة، أي ولكن بواسطة وكلائها المنتشرون حول إسرائيل. هدف الاستراتيجية الأمريكية الإيرانية هو عدم الدخول بصورة مباشرة بحرب مع إسرائيل، لأنها تعرف تمام المعرفة مدى قدرة إسرائيل. نعم. العسكرية اتضحت الصورة وإلى ما أخرج، ولذلك تستعمل حماس اليوم وربما حزب الله وربما الميليشيات الشيعية. نعم. الأخرى وأيضا دول عربية أخرى للهجوم على إسرائيل. شكرا جزيلا، انتهى الوقت يا سيد شلومو. مباشرة من قبل إيران. شكرا، من القدس المحلل السياسي شلومو جنور، شكرا جزيلا. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 13 هجوماً مؤكداً استهدف مرافق صحية في غزة منذ بدء التصعيد، وأكدت أن الإمدادات الطبية التي كانت مخزنة في القطاع قد نفدت بالكامل. في غضون ذلك شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة على أن معاناة ساكني غزة تزداد بالتزامن مع قطع المياه عن القطاع، فيما توقع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نقصاً حاداً في مياه الشرب. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.